في آية هنا في الإنجيل بتاع النهاردة لفتت نظري كده، محب أشترك معاكم فيها وكلنا نصلي من أجل الآية دي إنها تثبت في قلبنا ونعيش بيها. الآية الأخرانية خالص بتاعت الإنجيل في عدد 33، قال لهم إيه يسوع؟ قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. دي الآية اللي احنا محتاجين نبص عليها النهاردة. ليكن، ما قالش يا ربنا ليكن سلام وخلاص على كده، قال ليكن لكم في سلام. ربنا النهاردة شاف التلاميذ هيتهزموا وهيتفرقوا في الصليب، من صليب ربنا بعد ما يتصلب كل واحد هيروح زي ما قال لهم النهارده في الانجيل. بس قال لهم الايه دي ليكن لكم في سلام. زي ما شفنا التلاميذ النهارده او في الحادثه بتاعت الصلب اتهزموا وتفرقوا، كل واحد راح في حته وقفلوا على نفسهم الأبواب، كانوا خايفين جدا. بس ربنا بيقول لنا النهاردة هنا في المحنة اللي انت بتخش فيها وبتفقد سلامك، لسه في سلام أنا بديه. كلنا بنخش في محن وتجارب وأتعاب وأمراض، نخش في حاجات كتير تهز حياتنا، إنما هنا ربنا بيدينا وعد. ووعد الله إيه؟ دايما وعود الله صادقة، دايما وعود الله لينا فيها قوة للتنفيذ. الله يدي وعد أو يدي أمر ومعاه وعد ومعاه assurance. When God give a command, He give the way for the command to fulfill it in our life. So هنا ربنا بيقول شوفوا التلاميذ اللي كانوا مهزومين وكانوا مضطربين، اتحولت الهزيمة لفرح ونصرة، والإنجيل انتشر في العالم كله. وادونا الخبرة دي، التلاميذ ادتنا الخبرة دي واحنا عشنا بيها. يعني تفتكروا الكنيسة بتاعتنا ما مرتش بأيام صعبة؟ مرت ولا لأ؟ Our church goes through difficult seasons more than the disciples. Right? More than the disciples. And this is the faith which we have received from the Lord and from the disciples. ليكن لكم في سلام. أبواب الجحيم لن تقوى عليها. ليكن لكم في سلام. إيماننا العملي بالمسيح هو الثقة في كلام الله. هو الثقة. قد ايه بنثق في الآية دي؟ ليكن لكم في سلام. احنا مضطربين وتعبانين والدنيا بتخبط فينا يمين وشمال وفوق وتحت ومش عارفين نستقر، بس ربنا بيقول لكم خلوا سلامكم مني. تاخدوش السلام من العالم، العالم ما بيديش سلام، العالم بياخد السلام. إنما الله يعطي إيه؟ يدي السلام لأولاده. فناخد السلام إزاي؟ نثق في كلام الله، نثق في وعود الله. كل وصية زي ما قلت لكم بتحمل وعد، شايلة وعد فيها، وكل وعد لينا بيمكننا إن احنا نمسك في المسيح أكتر ونتمسك في كلمة الله أكتر ونعيش في المسيح أكتر. النهاردة أحبائي المسيح إلهنا بيعرض سلامه لكل واحد. ربنا النهاردة God today offer his peace in front of the war, in front of the things which the world offer. الله النهارده بيدي السلام قدام كل دقيقة بنعدي بيها.
تصدقوا في كده ولا لا؟ الله بيدي سلام وبيدي طمأنينة وبيدي معونة لكل واحد بيعدي في ضيقة من العالم اللي احنا عايشين فيه ده. احنا عايزين نورث السلام اللي ادهولنا الله. الله ادانا عطية، قال سلامي اترك لكم، سلامي اعطيكم. اترك لكم يعني هدهولكم، دي ورثة. هتعمل ايه في الورث ده؟ هنحافظ عليه ونسلمه لأولادنا ونسلمه للي معانا. السلام اللي فيا ده محدش يقدر ايه ينزعه من قلوبنا. اي شر يجي علينا نقول يا رب انت قلت ووعدت ليكن لكم فيا سلام. ربنا يدينا القلب المطمئن، الفكر المطمئن، ان احنا ناخد كلمة الله ونعيش بيها ونحيا بيها، وهي الكلمة دي اللي تدينا ايه؟ سلام الذي يفوق كل عقل، والذي يفوق كل تجربة، ويعدي فوق كل محنة. ربنا يثبتنا في الإيمان ويدينا سلام دائم محدش ينزعه منه. ليه المجد في كنيسته إلى الأبد. آمين.